تحية لمشاهدي كارتاج بلوس، حماة الوطن بلوس، اللي باش يسلط الضوء على الناس اللي قدمت تضحيات من أجل هذا الوطن العزيز، من أجل الرأية التونسية، والناس اللي فداو تونس والبلاد هذه بدمهم وارواحهم، جنود الخفاء اللي يتعبوا من أجل راحة المواطن والوطن. انتم بالحق تستحقوا كلمة حماة الوطن. في حلقتنا الأولى باش نمشيو لجبال جلود، حفلة تخرج الدورة الرابعة لعرفاء الحماية المدنية، الناس هذوما اللي قدموا شهداء وجرحى من أجل حماية المواطن والمنشآت وهذا الوطن العزيز. أشرف على الحفل هذا السيد وزير الداخلية. نتابعوا مع بعضنا ونرجع. النقيب علاء الدين عصيدي أمرك سيد الوزير. كلمة السيد مدير المدرسة فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد وزير الداخلية، السيدات والسادة الضيوف الكرام، يسعدني ونحن نحتفل اليوم بتخرج الدورة الرابعة لعرفاء الحماية المدنية أن أرحب باسمي الخاص وباسم كافة إدارات وأعوان المدرسة الوطنية للحماية المدنية الذين نالهم شرف تفضلكم بالإشراف على هذا الحفل. سيدي الوزير، السيدات والسادة، لقد حظيت المدرسة الوطنية للحماية المدنية
منذ تكوينها بعناية موصولة من سلطة الإشراف بالدعم المادي والمعنوي، جعلتها في فترة وجيزة تحتوي على مكونات متطورة للتدريب والتكوين في مختلف اختصاصات الحماية المدنية، وتتميز بتنوع المعينات البيداغوجية والمحاكيات الحديثة. السيد الوزير، لقد قامت المدرسة الوطنية للحماية المدنية ممثلة في إطاراتها وأعوانها بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم للنهوض بالمستوى التكويني في جميع مجالاته من أساسي ومستمر، بالإضافة إلى الانفتاح على المحيط الخارجي، وهم عاقدين العزم على مواصلة الرسالة بكل عزيمة واقتدار بأبعادها الثلاثة التي تم ترسيمها في شعار المدرسة: انضباط، معرفة، كفاءة، حتى يتمكنوا من أداء الوظائف المسندة إليهم بشرف وأمانة، وهي حماية الأرواح والممتلكات. سيدي الوزير، اسمحوا لي أن أعبر عن التزامي المتواصل بمزيد البذل والعطاء حتى يبقى هذا الصرح علامة مضيئة في مسير قوات الأمن الداخلي، يساهم في التأسيس لمستقبل أفضل لسلك الحماية المدنية. كما لا يفوتني أن أشكر جميع الإطارات والأعوان والمكونين والعمل لما بذلوه من تضحيات ومجهودات ومساهمتهم في إنجاز مشروع المدرسة الوطنية للحماية المدنية. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أرفع أخلص التهاني إلى عائلات وأفراد الدورة المتخرجة والترحم على شهداء الحماية المدنية أثناء أداء الواجب في مختلف التدخلات. عاشت سلك الحماية المدنية، عاشت تونس، عاشت تونس، عاشت تونس في خير ومناعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدم سلك الحماية المدنية العديد من شهداء الواجب ضوضا على الأرواح البشرية وممتلكاتهم، ويتشرف الديوان الوطني للحماية المدنية بتكريم عائلات الشهداء الذين سقت دماؤهم تراب هذا الوطن العزيز، رحمهم الله وتقبلهم في جنان خلده. تكريم عائلة الشهيد معز الزيادي. تكريم عائلة الشهيد سامي يوسف. سيدي الوزير، السادة الحضور الكرام، نقدم جزيل الشكر والتقدير للمدير العام المتقاعد السيد المنصف بالخير، وذلك لما بذله خلال فترة إشرافه على الديوان الوطني للحماية المدنية من سنة 1995 إلى سنة 2009، ونتمنى من الله له الصحة والعافية. فليتفضل السيد الوزير والسادة الحضور الكرام بتعليق شارات الرتب. سيد الوزير، السادة الحضور الكرام، تحصل على المرتبة الأولى في الترتيب العام التلميذ عريف جاسر مصباح. كلمة عائلة، كلمة عائلة، أمرك يا سيد الوزير.
تلميذ علي محمد محمد أمر سيد الوزير. الرحمن الرحيم. السادة الإطارات العليا لوزارة الداخلية، حضرات الضيوف الكرام، أيها الضباط وضباط الصف، أيها التلاميذ، يسعدني اليوم أن أشرف على مراسم حفل تخرج الدورة الرابعة لعرفاء الحماية المدنية للسنة الدراسية 2021-2022، وذلك تحت اسم دورة حنا بعل القائد العسكري القرطاجي، والذي يعد ولا شك واحدا من أعظم القادة العسكريين على مر التاريخ. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أعبر عن فخري واعتزازي بانتخاب تونس كرئيس للجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية للمرة الأولى، ممثلة في شخص السيد المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، وهو ما يعكس في الواقع الثقة التي تحظى بها بلادنا لدى سائر البلدان الشقيقة والصديقة ولدى الهيئات والمنظمات الدولية. وبهذا الخصوص أود مجددا أن أوجه عبارات الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذا المكسب. أيها السادة الكرام، لقد أولت وزارة الداخلية أهمية كبرى لسلك الحماية المدنية لما يلعبه من دور هام في تكامل المنظومة الأمنية، حيث يعتبر العمل الذي تقوم به الحماية المدنية أحد أهم ركائز العمل الأمني بشكل مطلق. وعليه سعت الوزارة إلى تدعيم الحماية المدنية بالمعدات والتجهيزات من خلال تعزيز وتجديد أسطول وسائل التدخل لتقديم أفضل الخدمات إلى المواطن وحماية المؤسسات والممتلكات، وهو ما من شأنه تحسين مردودية وجودة الخدمات المقدمة من طرف هذا السلك، إضافة إلى تفعيل علاقات التعاون الدولية من خلال ربط الصلة مع الهياكل والمنظمات الدولية، والتي قدمت دعما لوجستيا هاما ساهم هو الآخر في تعزيز أسطول الحماية المدنية بأحدث المعدات والوسائل. وفي هذا الإطار نؤكد حرصنا على مواصلة تطوير مجال التكوين والتأهيل لفائدة كافة منتسبي الحماية المدنية من إطارات وأعوان، بما قد يكفل مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الذي يشهده عالمنا المعاصر، إضافة إلى العمل على تعزيز التعاون مع البلدان والمنظمات الدولية الصديقة والشقيقة في مجال الحماية المدنية. أيضا مع الحرص على مزيد إلى المدرسة الوطنية للحماية المدنية مكانة هامة في برامجنا المستقبلية. وفي هذا السياق لا يسعني إلا أن أنوه بسعي الوزارة إلى اعتماد المدرسة الوطنية للحماية المدنية كمركز نموذجي تابع للمنظمة الدولية للحماية المدنية، وهو ما سيمكن من استضافة العديد من الندوات وورشات العمل الدولية والإقليمية، مع استقطاب الضباط الأجانب من بعض الدول الشقيقة والصديقة لمواصلة مشوارهم التكويني بمدرستنا. أيها الضباط وضباط الصف، إنني على يقين تام أن مدربي الحماية المدنية قد وضعوا بين أيديكم كل ما يضمن نجاحكم وينير طريقكم ويذلل ما قد يعترضكم من عقبات. لذا فأنتم مدعوون إلى تطبيق ما تعلمتموه لتساهموا بذلك
في تعزيز وحدات الحماية المدنية بما يكفل الوصول إلى أداء أكثر نجاعة وفاعلية. وأدعوكم وأنتم تستعدون اليوم لتسلم مهامكم النبيلة تجاه وطننا العزيز إلى العمل بتفان وصدق، وأن تضاعفوا الجهود وأن تتحلوا باليقظة التامة متسلحين بأدق الوسائل العلمية والتقنية التي تساعدكم على حماية ووقاية مجتمعنا من كافة الأخطار والبقاء على أهبة لتلبية نداء الاستغاثة في أسرع وقت لتحقيق هدفكم النبيل، ألا وهو حماية الأرواح والممتلكات، وذلك دون كلل أو ملل رفعا لشأن هذا السلك. ختاما أهنئكم وأهنئ عائلاتكم بمناسبة هذا التخرج، وتوجه بالتحية إلى المدربين وإطارات وعوان المدرسة الوطنية للحماية المدنية الذين كرسوا جهودهم وأوقاتهم لرعايتكم وإحاطتكم بالمعارف على مختلف أنواعها. كما أجدد شكري لجماعة الضيوف والحاضرين الحاضرين بيننا اليوم على مشاركتنا بهجة هذا الاحتفال، ونحن عازمون على أن يكون هذا الصرح منارة معرفية تشع محليا ودوليا، وتعمل على أن تمثل في المستقبل النواة الأساسية أو القاطرة التي سيمضي من خلالها سلك الحماية المدنية قدما على طريق المجد والعلا لما فيه خير تونس. عاشت تونس، عاشت الحماية المدنية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. يطلق اسم دورة حنبال على هذه الدورة. شكرا. دورة حنبال عن حنبال بن حملقار برقة، والمعروف بحنبال، هو قائد عسكري قرطاجي فينيقي، أصله من عائلة بونيقية عريقة. عاش في الفترة بين 247 182 قبل الميلاد، والذي تنسب إليه الكثير من الاختراعات والتكتيكات الحربية التي استخدمها في معاركه والتي بقيت تستخدم حتى اليوم. كان أبوه حملقار قائدا للقرطاجيين خلال الحرب البونيقية الأولى، كما كان أخوه صدربعل من أعظم القادة القرطاجيين الفينيقيين. ولد حنبال في شمال إفريقيا بمدينة قرطاج، حيث كانت في ذلك الوقت تشكل مستوطنة فينيقية عام 247 قبل الميلاد. عندما كان في 9 من عمره رافق والده إلى إسبانيا، وبعد اغتيال زوج أخته صدربعل العادل عام 221 قبل الميلاد، والذي كان قائدا للجيش آنذاك، اختاره الجيش ليصبح قائدا له من بعده. فبسط نفوذ قرطاج على جزء من جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية بما فيها ساغونتو، أحد المعسكرات الرومانية، وهذا ما اعتبرته روما خرقا للمعاهدة التي وقعت بعد انتهاء الحرب البونيقية الأولى، فطالبت بتسليم حنبال، مما تسبب في وقوع الحرب البونيقية الثانية في الفترة بين 218-201 قبل الميلاد. من أهم المعارك التي خاضها حنبال معركة تيسينيوس، معركة تيريبيا، معركة ترازايمين.
المواليد التي أصبحت تداولها المدرسة الوطنية للحماية المدنية أن يقوم إدارات التدريب بتسليم راية المدرسة للدورة الجديدة خلال فترة التكوين القاعدي المستمر، على أن يقع إرجاع هذه الراية من طرف الدورة المتخرجة إلى إدارات التدريب بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية إلى حين تسليمها إلى الدورة المقبلة عند انطلاق السنة التكوينية. سيد الوزير، السادة الحضور الكرام، قام فصيل الحركات الجماعية بالتدرب على هذه اللوحة بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية.
شعارهم في ذلك الجدية والمثابرة، متحدين جميع صعوبات التدريب التي غذت عزائمهم للوصول إلى أقصى نتائج النجاح والتميز. واليوم يقدمون هذه اللوحة، عسى أن تنال أعجابكم. سيد الوزير، السادة الضيوف الكرام، تتكون هذه اللوحة من 88 تلميذ عريف خريجي الدورة الرابعة حماية مدنية، يقدمون عدة مقاطع تجسد العديد من الأشكال والتي تبرز القدرة العالية للتلامذة عرفاء الذين عملوا ليلا ونهارا للوصول إلى هذه المرحلة. ومن بين هذه الأشكال تم تجسيد شارة عريف التي استحقها خريجي هذه الدورة لحملها على صدورهم، متوجين بذلك نهاية فترة تكوينهم. ويؤدي فصيل الحركات الجماعية هذه المقاطع بصفة متناغمة، أساسها توحيد الحركة والجمالية. المدرسة الوطنية للحماية المدنية خلال تنفيذ برنامج التكوين الأساسي على التدرج في تطوير المميزات المدنية للتلميذ، والعمل على صقل الجانب المهني إضافة إلى الجانب البدني، ووضع التلميذ تحت وضعيات الضغط والإجهاد والتعب حتى يتعود على التأقلم الإيجابي مع هذه الوضعيات التي تشابه الواقع المهني. القفز والولوز داخل حلقات النار تبين مدى كفاءات الليونة والتنسيق والتركيز البدني للتلميذ، تكسبه الشجاعة والثقة في التعامل مع وضعيات التدخل الخطرة.
تسلق الحبال كما هو مبين على يمين المنصة، وهي رياضة تبين مدى التناسق العضلي والحركي لجسم عون الحماية المدنية، وتكسبه مهارات وقدرات التدخل من الشرفات بالتسلق إلى الطوابق العليا للقيام بعمليات النجدة والإنقاذ بطرق فنية سريعة. عرض للكروس بي كما هو مبين على يسار المنصة، وهو من أكثر البرامج التدريبية فاعلية للوصول إلى أسمى الأهداف والتحديات المدنية وخلق رياضي شامل من خلال غرس مسار التحمل، القوة العضلية، السرعة، المرونة والتناسق الحركي. تدريبه على الطاعة والاستجابة والتعود على التعليمات المباشرة من المرافق كالمشي بجانب الساق والجلوس وعدم الحركة والاستجابة للنداء، وتعتبر هذه المرحلة حساسة في تكوين العلاقة بين المرافق ونادي. في هذه المرحلة يضع تدريب والصعوبات التي يمكن أن تعترضه أثناء التدخلات عبر حواجز تصبح ما يمكن أن يعترضه في الميدان، كما يقع العمل في هذه المرحلة على رفع طاقة الناب البدنية والذهنية للتعامل مع هذه الوضعيات، والبحث والتفتيش يتم تكوين الناب وتدريبه في مرحلة ثالثة على التدخل في المناطق الوعرة وشديدة الخطورة والتي تتطلب سرعة البديهة لدى الناب ومرافقه. روح حماية معايا حماية تفضل كوني كون مكسي دوح كميون غربت في عمارة ويرون فوحة طلش بالجول بفرميت مطابين وغديش العذاب كان تشوف فيهم كون مشيفور دايخ وطايح قدام الكميون طعمازوت يخرج في دخان أصفر بتنجمش تثبت في الأرقام الموجودة في الكميون ومزير ما تقرب عن شكوني كون مبلاكة أورانجي مكتوب عليها زوز أرقام من فوق 268 ومن لوطة 1017 باي يعطيك الصحة توا وحاول تبعد عن الكميون وما تخلي حد يقرب. تم اعلان قاعه العمليات الجهويه للحمايه المدنيه من احد المتساكنين لطلب النجدة. قامت قاعه العمليات باعلام الجهات الامنيه قصد تسيير حركه المرور، كما قامت بالاتصال بشركه الكهرباء والغاز لقطع الغاز والكهرباء عن العماره السكنيه، خاصه مع الاشتباه بوجود تسرب بشبكه الغاز، كما تولت بدورها توجيه فرق النجدة والانقاذ للتدخل على عين المكان. Thank you.
تسيطر وسائل التدخل في سيارة قيادة. شاحنة إطفاء. شاحنتي مجابهة الأخطار التكنولوجية. وسيارة الدعم والإسناد التكتيك. يتولى قائد العملية القيام بالاستطلاع ثم أعطاء التعليمات لقائد فريق مجابهة الأخطار التكنولوجية وفريق الإطفاء بتأمين وحماية مكان الحادث وإدخال فريق الاستطلاع للمعاينة الأولية. تدخل عدد 4 عناصر من فريق الاستطلاع التابع لخليط مجابهة أخطار التكنولوجيا. مرتدين أزياء تدخل خاصة صفراء اللون سم أم بي، وهي أزياء من الوزن الثقيل تقوم بالحماية كاملة من السوائل وغازات السام. كما يقوم فريق الإطفاء بالقيام بسير مائي عكس اتجاه الريح للحد من امتداد سحاب الغازات السامة صوب العمارة السكنية المتضررة والعمارة المجاورة لها. يقوم هذا الفريق المجهز بجهاز كشف المواد الخطرة بمعاملين معينة عن قرب للساحن، وبالتالي الإجلاء الفوري لسائق الشاحنة المصاب وتسليمه إلى النقطة الآمنة قصد توجيهه إلى فريق الإسعاف. كما يقوم فريق الاستطلاع بالإجلاء الفوري لسكان العمارة وإرشادهم بواسطة مدخن الصوت بوجود خطر محدق قد يؤدي بحياتهم وضرورة الامتثال للتعليمات والخروج من العمارة والتوجه نحو نقطة التجميع حيث يتم القيام بعملية فرز المصابين وتقديم الرعاية الطبية. وبعد تعداد المتسجلين تم التفاضل بوجود عدد 2 مفقودين عالقين. في الأثناء يتدخل فريق الإسعاف لتقديم الإسعافات الطبية الأولية والضرورية للمصاب بعد إجلائه ونقله إلى أقرب مستشفى. يعود فريق الاستطلاع للقيام بعملية إزالة التلوث، والهدف منها إزالة التلوث الكيميائي عن الفريق بالاعتماد على دش مائي ومحلول كيميائي حسب طبيعة المادة الخطرة. يقوم قائد الفريق بعملية مراقبة دخول وخروج الفرق وتسجيل كافة المعلومات الخاصة بالتدخل بالجدوى. يقوم قائد الفريق بتحليل كافة المعطيات الخاصة بالحادث ويصدرهم تعليمات خاصة حول نوع المناورة الواجب اتباعها بالإضافة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر. والآن يتدخل عدد 4 عناصر من فريق التدخل مرتدين أزياء خاصة برتقالية اللون سم آخر تمكن من الولوج إلى المناطق الخطرة بصفة آمنة حاملين للتجهيزات الضرورية من جهاز كشف المواد الخطرة. كما يتوجه إلى فريق الدعم والإسناد التكتيكي للقيام بطلعة جوية لمعاينة سطح العمارة.
عملوا فريق الدعم والاسناد التكتيكي على اسناد التدخلات بتوفير معدات بحث وانقاذ خصوصيه كالكاميرات الحراريه والرادار وادوات بحث صوتيه. الان انزال المسابق الاول بواسطه فريق الانقاذ من تحت الانقاض بطريقه الحبل الهوائي عضوا في نقاله نتيجه لالام بالظهر، واستقباله بالجهه المقابله للبنايه وتسليمه لفريق الاسعاف. والان يتم انزال المسابق الثاني بطريقه الحبل الهوائي بعد وضعه في الحماله برفقه عون الانقاذ وتسليمه لفريق الاسعاف للقيام بالاسعافات الاوليه الضروريه ونقله لاقرب مستشفى. عاشت تونس هرة منيعة أبد الدهر. تسجيلا ضباط المدرسة التربيتية. مهمتهم القيام بالإسعافات الأولية الضرورية للمصابين ونقلهم إلى أقرب وحدة طبية. تسجيلة الأنقاذ من المرض في الوعرة مجهزين بمعدات متطورة للقيام بعمليات الأنقاذ. حاملين قابس رغوي للتدخل لإطفاء نار المحروقات. تسجيلة الأنقاذ من المناطق الوعرة مجهزين بمعدات متطورة للقيام بعمليات الإنقاذ. حاملين جهاز تنفس عازل للتدخل في الأماكن المغلقة. تسجيل الإداريين مهمتهم تأمين جميع الخدمات الإدارية. دراجة نارية رباعية الدفع.
تستعمله في عمليات الاستطلاع في المناطق الجبليه الوعره والضيقه والقيام بالتدخل الفوري الاولي الى حين وصول التعزيزات الضروريه. مجهزة بكل الإمكانيات التي تساعده على حسن القيادة والتصرف العمليات. سيارة النسب الطرقات تستعمل للتدخل بحوالة المرور لدعم فريق الإسعاف وتأمين العمليات الخصوصية لتخليص وإجلاء المصابين المحاصرين باستعمال معدات الفك والفصل والتوصيل. سيارة الإسعاف تستعمل في مختلف عمليات النجدة والإنقاذ وتكون طبية وشبه طبية. سيارة إسعاف رباعية الدفع تستعمل في مختلف عمليات النجدة والإنقاذ في الجبال والمناطق الوعرة. وهو مستشفى ميداني يقع تركيزه عند الحوادث الكبرى والذي يمكنه تحمل عدد كبير من المصابين إلى حوالي 50 مصاب في اليوم، وهو في المراحل الأولى للحصول على التصنيف الدولي. سيارة الإسناد والدعم التكتيكي تقدم الإسناد التكتيكي لفريق متدخل عبر تجهيزات درون ورادار البحث وكاميرات وأجهزة تفقد البحث عن المفقود من تحت الأنقاض. سيارة الإنقاذ من المناطق الوعرة تستعمل للتدخل بالمناطق الوعرة وهي مجهزة بمعدات متطورة للقيام بعمليات الإنقاذ. الشاحنة الناشئة تستعمل لرفع الأجسام الثقيلة لإزاحة وإبعاد الوسائل أثناء التدخلات. شاحنة السلم الميكانيكي تستعمل في مجالات الإنقاذ والإجلاء من الطوابق وعمليات الإجلاء للبنايات المرتفعة التي لا يتجاوز ارتفاعها 28 متر. شاحنة إطفاء مناطق عمرانية تستعمل لإطفاء الحرائق بجميع البنايات بالمناطق العمرانية مجهزة بمعدات متطورة تساعد على الإطفاء للجلوس داخل البنايات والقيام بعمليات الإطفاء والإنقاذ. شاحنة إطفاء حرائق الغابات هي وسيلة رباعية الدفع تتميز بقدرتها على السير بمختلف المسالك الجبلية الوعرة لتأمين عملية إطفاء حرائق الغابات والمزارع. شاحنة إطفاء نار المحروقات هي شاحنة بسعة كبيرة تشمل 1 لتر ماء مع 1000 لتر سائل رغوي تستعمل لإطفاء نار المحروقات وحرائق المناطق الصناعية. شاحنة الإنقاذ من تحت الأنقاض تستعمل في التدخل ودعم وحدات النجدة والإنقاذ بين حوادث الانهيارات والزلازل مجهزة بمعدات متطورة وحديثة للقيام بعمليات البحث والتفتيش عن المفقودين. سيارة الأنياب سيارة دعم وإسناد لفريق الإنقاذ من تحت الأنقاض تؤمن نقل الأنياب المتخصصة في البحث عن الجهاز المفقودين في مناطق التدخل. سيارة الغوص مرفوقة بزورق إنقاذ تؤمن عمليات إنقاذ الغرقى والبحث والتفتيش عن المفقودين بواسطة فريق من الغواصين. سيارة الغوص مرفوقة بدراجة مائية استعملوا في تأمين الحراسات في شوارع الاستياب والتدخل السريع لنزل الغرقى ومنع حالات مجازفة بالأعمار. شاحنة مجابهات الأخطار التكنولوجية هي سيارة تستعمل للتدخل في مجابهات الأخطار التكنولوجية. وليس
سيارة تدخل أثناء الدلوك، وهي سيارة تستعمل للتدخل والاستطلاع والبحث أثناء تراكم الفلوس وعند استحالة دخول سيارات إسعاف العادية، وهي مجهزة بمحمل وبعض المعدات الطبية الخفيفة لإجلاء المصابين. عاشت تونس حرة منيعة أبدا الدهر، أبدا الدهر، أبدا الدهر. دايت معلوي انت للسهران يا سيادة الوزير. حلقتنا اليوم مع حماة الوطن وفات، نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج كارتاج بلوس، وهذه مني ليكم تحية للناس الكل اللي تخدم في هذا الوطن بعزيمة وحب وقلايب. إلى اللقاء.